النهارده حد الزعف. خليني قبل اقرا جزء كتابي مع حضراتكم في زكريا 9:9: ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت اورشليم، هوذا ملكك ياتي اليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن اتان. ونفس الكلام اللي كتبوا الاناجيل اقتبسوا نفس الكلام، وكانه تحقيق للنبوه اللي موجوده في العهد القديم. مش بس النبوه ديت، لكن في نبوات كتيره خالص اتحققت في شخص الرب يسوع. في انجيل لوقا اصحاح 19 بنلاقي نفس الحدث بتاع دخول المسيح لاورشليم. ونفس السيناريو الغالبيتنا عارفه اصحاح 19 بداية من عدد، خلينا نبص على بس عدد 30-35، قائلا: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، وحين تدخلانها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه أحد من الناس قط، فحلاه وأتي به، وإن سألكما أحد لماذا تحلانه فقولا له هكذا: إن الرب محتاج إليه. فمضى المرسلان ووجد كما قال لهما. وفيما هما يحلان الجحش قال لهما أصحابه: لماذا تحلان الجحش؟ فقال: الرب محتاج إلي. وأتي به إلى يسوع وطرح ثيابهما على الجحش وأركب يسوع ودخل الرب يسوع أورشليم. عايز أكلم حضراتكم النهاردة عن الملك، عن الملك. والسؤال اللي عايز أوجهه لكل واحد مننا: هل أنت تابع للملك؟ هل أنت خاضع للملك ولا لا؟ الحقيقة عايز أقول لكم قصة كنت قريتها الأسبوع اللي فات في مقال. فيه دكتور مشهور خالص اسمه الدكتور شان، ويبدو أنها قصة حقيقية لأنه فيها أسماء. الدكتور ده كان عنده مؤتمر في مكان معين، راح بالطيارة، وفي الكونكشن حصل أزمة في الطيران، فوقفوا الطيران للمشكلة الجوية. فهم قال لهم، الدكتور راح للشركة الطيران: انتوا مش عارفين أنا مين؟ أنا وقتي بيتحسب بالدقيقة، أنا عندي مؤتمر ومحتاج أكون موجود هناك بعد وصول الرحلة اللي المفروض أركب فيها. قالوا له: عموما المكان مش بعيد، أجر سيارة 3 ساعات سواقة، مش هياخد أكتر من كده. فعلا عمل كده، خد السيارة وركب، وهو في نص الطريق حصلت أزمة جوية أخرى، العربية وقفت مش عارف يتحرك. فنزل شاف نور قريب في كوخ صغير، فراح للكوخ بيخبط، فتحت له ست مسنة وعمالة تبكي بصلاة. فقال لها: مفيش أي حاجة عندك أتدفى بيها أو أي حاجة؟ قالت له: تفضل. دخل، بعدين بعد ما خلص قعد شوية وقال لها: هو في حاجة أقدر أعملها لك؟ قالت له: إلهي ما حوجنيش أي حاجة، طول عمري بيستجيب لصلاتي إلا صلاة واحدة بس، حفيدي اللي أبوه وأمه ماتوا مريض رائد عنده مرض صعب، وقالوا لي إنه مفيش حد يقدر يعالج الولد ده إلا فيه طبيب مشهور اسمه دكتور شان. الرجل قال لها: يبدو إن إلهك
حتى في ديس مالك أنا شان. أحبائي هو ده الملك يسوع اللي بيتحكم في شركات الطيران، اللي عمل عاصفة جوية علشان هو ما يقدرش يكمل المسير بالسيارة. هو اللي مش بيتغير. وبالتالي بيجي السؤال، طب ليه أنا أتبع الملك ده؟ إيش معنى هو؟ ما في أفكار كتير وديانات كتير وفي معتقدات كتير وفيها مزايا وفيها إخفاقات، لكن إيه اللي يخلي سيدنا الملك يسوع المسيح يونيك فريد إن أنا أتبعه؟ في حاجات كتيرة، لكن عايز أشارك مع حضراتكم في الذكرى بتاع دخول الملك إلى أورشليم، مجموعة نقاط كل حد يقدر يقيس نفسه عليها. أول حاجة، لأنه أحبني حب محدش أحبني بنفس الحب على مستوى العالم. أحبني أكتر من محبة مراتي ليا، أكتر من محبة أبويا وأم ليا، أكتر من محبة ولادي ليا. أحبني فضلا، أحبني وأنا ما فيش حاجة فيا تتحب، أحبني وأنا من غير ما أعمل أي حاجة، أحبني كما أنا. يوحنا 3، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. محبة أبدية. إيه ده؟ أحبني يسوع، هو أحبني، عشان كده أنا بتبعه. مش بس كده، لكنه حتى بعد الإيمان ولو ضعفت ألاقيه قابلني. أحيانا إحنا كآباء وأمهات نقول لولادنا أنا مش فاضي دلوقتي، أو طب روح خد حمام وتعالى لي، ريحتك وحشة. تخيلوا إنه ممكن آجي لسيدي حتى لو سقطت في خطية، وأنا في الخطية أقدر أجيله وألاقيه بيعمل لي إيه؟ بيحضني، بيقبلني. تخيلوا الحوار اللي حصل مع الرب يسوع المسيح والسامرية في يوحنا 4. تخيلوا قبول. أنا أعتقد إنه اللي غير السامرية إنها شافت شخص حبها وقبلها زي ما هي، حبها وقبلها زي ما هي. اللي حصل مع بطرس في إنكاره للسيد، أنا أعتقد إنه لو بطرس تابع لأي مذهب تاني كان أقيم عليه الحد، اتقطعت رقبته. لكن لأنه الرب يسوع المسيح ليه كل المجد، ملك فريد ومخلص وديع ومحب أبدي، يقابل بطرس في يوحنا 21 ويقول له يا بطرس أنت بتحبني؟ أيوة يا رب بحبك، ارعى غنمي. بطرس أيوة يا رب بتحبني؟ ارعى خرافي. 3 مرات، وكأن الرب يسوع في اليوناني مفيش أكثر من إنه الرب عايز يسترد بطرس ليه مرة تانية، أقصد في الأصل في اللغة. مفيش أي مغزى في النص اليوناني نقدر نفهم منه إنه لا ده فيه ده إرعى مستوى أعلى من إرعى التانية مستوى أعلى، لا لا لا. الفكرة الرئيسية إنه عايز أنت أنكرتني 3؟ لا،
أنا بحبك ثلاثة. بطرس ارعى غنمي. فهو أحبني، هو بيقبلني زي ما أنا، هو كمان ضمني ضمني. هو قال في يوحنا 10 إن خرافي اللي بتتبعني اللي أنا ماسكها محدش يقدر ياخدها مني، أنا اللي مسؤول. لو عندنا طفل صغير ماشي مع باباه، مين اللي بيمسك إيد التاني، الطفل ولا بابا؟ بسألكم مين؟ بابا. لأنه بابا إيده أقوى، هيقدر الولد مش هيتوه منه، مش هيجري منه. هو ماسك إيدي، هو ضمني، خرافي تسمع صوتي، أنا أعرفها فتتبعني، أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد. عايز أقول لكم قبل ما أسيب النقطة دي، مفيش أي ضمان في أي دين أو معتقد أو مذهب أو 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 إلا يسوع المسيح. يسوع المسيح هو الشخص الوحيد اللي يقول أنت مضمون، ما عندوش والله أعلم. مضمون لما يقول كلمة بينفذها. أحبائي، روميا بيشرح حتى علاقة الله مع بني إسرائيل، لكن أقصد أخذ آية واحدة بس، إن وعود الله هي بلا ندامة، يعني لما بيوعد بينفذ، ما بيندمش، ما بيرجعش في كلامه، لما بيقول كلمة بينفذها. هو أحبني، هو ضامني، هو يستردني ويقبلني كما أنا. لكن الأصعب إنه بيشركني في آلامه. الكثير من الكنائس بتعلم عكس ده. روميا 1:29، وهب لكم لا أن تؤمنوا، لكن إيه؟ تتألموا. تبعية الرب يسوع المسيح فيها آلام، تبعية المسيح فيها متاعب، فيها نصر على الآلام لكنها موجودة، موجود فيها آلام. دموعي نزلت وأختنا من السعودية بتشاركني أن بعد 10 سنين غياب حتى في فرحها ما فيش حد حضر من أهلها معها، بس لأنها قبلت المسيح. جي ألم ولا مش ألم؟ تبعية المسيح مكلفة، مكلفة. بس لأنها تبعت المسيح. بصرف النظر عن أنه ده الطريق الصح أو الغلط أو بعيد عن كل الأفكار اللاهوتية، بعيد عن كل، لكن لما بنتي، اسمحوا لي أقول لفظة، حتى لو بنتي كافرة أنا أروح لها. أنا بقول ده لأني تابع للمسيح. أنتوا فاهمين قصدي؟ لكن أي حد تاني مستحيل، لأنه أنا نفسي ما أقدرش أحب بنتي إلا من خلال محبة المسيح اللي انسكبت في قلبي. فالحياة المسيحية أو تبعية الملك بيشركني في آلامه. في العالم سيكون لكم ضيق، الضيق موجود بس ما تقلقوش، ثقوا أنا قد غلبت العالم. التلاميذ رجعوا لي وبيقولوا له حتى الشياطين تخضع لنا باسمك.
لا مش هو ده الموضوع. أقول لكم تفرحوا بإيه؟ افرحوا بالحرير لأن أسماءكم قد كتبت في سفر الحياة. فبالرغم أن فيه ألام حتى لو وصل، خليني أسألكم، الآلام في الحياة أقصى ألم ممكن يحصل إيه للإنسان؟ الموت، إنهاء الحياة. بمنتهى البساطة بولس بيقول الموت هو ربح، لأن دي البوابة اللي هتخليني أكون مع سيدي، ده المفتاح اللي يخليني أتمتع بالحضور الإلهي 24/7. فأي آلام تفصلني عن سيدي، أي آلام تعوقني عن تبعية ذلك الملك المنتصر. هو قال عن حياته أنه حياتي محدش يقدر ياخدها مني، أنا أضعها من نفسي. عايز أقول لكم كمان، ولاده مفيش حاجة بتحصل ليهم حتى الموت إلا لو هو سمح بده، إلا لو هو سمح بده. تجربتين حصلوا في أعمال الرسل مع يعقوب ومع بطرس الرسول، واحد اتقطعت رقبته، واحد طلع من السجن. تخيلوا أي موقف فيهم اتمجد الرب أكتر؟ الاتنين لكن اتمجد أكثر بموت يعقوب. أحيانا الله يختار أنه يتمجد بالألم. كون ان احنا نطلب ان الله يتمجد بالطريقة الخاصة بتاعتنا، احنا مش فاهمين تبعية الملك. انا اتبعه لانه احبني، اتبعه لانه ضامني، لانه يقبلني كما انا، لانه يستردني، لانه يشركني في ألامه. اوعوا تتخيلوا ان احنا نتألم من اجل المسيح، ده دي حاجة، دي سهلة، ده إنك لأنك بتتساوى مع ملك الملوك ورب الأرباب، لأنه إن كنا نتألم معه هنتمجد معه. مش كده وبس، لكن بيشركني في خدمته. كورنثوس الثانية خمسة، وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. إذ نسى عنه كسفراء، كأن الله يعظ بنا، لأن الله قد وضع فينا خدمة المصالحة. طب مين اللي عمل المصالحة؟ الرب يسوع عملها بين الإنسان والله. ولما الله يعطينا إحنا إن إحنا نبقى شركاء مع المسيح في خدمة المصالحة، ده فخر، ده امتياز. أنا بتبع المسيح كملك لأنه أعطاني أكون شريك معاه في الخدمة، خدمة المصالحة، أي تصالحوا مع الله بالمسيح. وحضرتك أي حد فينا بصرف النظر عن خلفيتك، مسلم، بوذي، هندوسي، كافر، ملحد، أي نوعية من البشر، ينفع تتصالح مع الله النهاردة، ينفع، لأنه الدعوة مفتوحة لكل من يقبل. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. كل من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. فأي إنسان على مستوى العالم بصرف النظر عن خلفيته أو فكره أو معتقده، لو كلمة الله لمست قلبه وفكر يبقى تابع للمسيح،
هيلاقي القبول دون شروط. شاول مضطهد الكنيسة مقابلة مع السيد في طريقه لدمشق. شاول شاول لماذا تضطهدني؟ من أنت يا سيد؟ أنا يسوع. ماذا تريد مني أن أفعل؟ وكأن شاول مهيأ أن يتبع السيد. فأي إنسان حتى لو كان أمير جماعة من داعش أو أي جماعات إرهابية، مجرد ما الإنسان يفكر هتلاقي قبول أن يتبع السيد. الأدهش من كده مش بس أحبني وقبلني وضمني وبيشركني في ألامه وبيشركني في خدمته، خدمة المصالحة، لكنه منتظرني، مستنيني هناك. أنا ذاهب لأعد لكم مكان. أنا بتبعه لأنه هو بس مش معايا هنا بالإيمان، لكنه أنا هكون معاه هناك بالعيان، هكون موجود معاه بالعيان. هو مستنيني ومتلهف ومترقب. اللص يقول له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. قال له ايه؟ اليوم تكون معي في الفردوس. هو هيملكني معاه، هملك معاه، هعيش حياة مختلفة معاه. حياة معاك معاه هناك في الأبدية لا تقارن بأي حياة. احنا لما بنلاقي اضطهاد في الشرق الأوسط فممكن نهاجر على الغرب. عايز أقول لكم لا توجد مقارنة بين أي دولة، لا أوروبية ولا أمريكية ولا في أي مكان على مستوى العالم يقارن بالوجود مع السيد. خليني أقول بس حاجة بسيطة، هناك مفيش وجع. الناس اللي بتهاجر بتتوجع ولا لا؟ هناك مفيش تعب، هناك مفيش دموع، مفيش آلام. والكتاب يقول في سفر الرؤيا لأن الأمور الأولى قد مضت. البداية مختلفة، مسكن الله مع الناس. قولوا لي كده في مكان زي ده يتساب؟ اسمحوا لي أقول يبقى أحمق اللي الرب يفتح عينيه ويعرف الحق وما يقبلش المسيح. يبقى جاهل الشخص اللي يكتشف الحق وما يتبعوش. أنا أكد لكم أن الله بيوصل لكل واحد، بيوصل لكل واحد، لأن الكتاب بيقول لكي يستد كل فم. محدش يبقى عنده حجة. ممكن تسمع كلمة في قناة على اليوتيوب، في حوار، في مقال، الرب بيكلمك، الرب بيكلمك. ولو الرب بيكلمك والرسالة واضحة بالنسبة لك وعرفت ان تبعية المسيح لا تقارن مع اي دين، لان تبعية المسيح هم الديانة المسيحية، لكن دي علاقة مع الملك، علاقة مع الملك.
المسيحية مش مجرد أو مش ديانة، لكنها relationship، علاقة. فإحنا لنا علاقة مع ملك الملوك ورب الأرباب. بدأت العلاقة هنا، هتستمر حتى هناك. لو ما بدأتش هنا خسارة، خسارة. بالتالي إذا كان هو أحبني، وإذا كان هو قبلني ويقبلني كما أنا، وإذا كان هو ضامني، وإذا كان أعطاني شرف أشترك في آلامه، وإذا كان أعطاني الامتياز إن أنا أكون سفير لي، وإذا كان وعدني بالحياة الأبدية المنزه عن الكذب، أنا فين من كل ده؟ هل أنا بقوم بدوري تجاهه، ولا أنا بس ضمنت الحاجات ديت ولا أبالي بأي شخص آخر؟ لو أنت تبعت السيد، ينفع في تحدي سريع تسأل نفسك، لأنه أحيانا كتير إحنا بنخدع أنفسنا. لو عندك أزمة في الغفران، أنت مش تابع للسيد، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. لو نلت الغفران تستطيع أن تغفر. الحب، إنك تحب حتى اللي بيبغضوك. كان في حد برعاه عابر، وأهله ما كانوش يعرفوا إن هو تابع للملك، وقعد سنين معاهم في البيت من غير ما يعرفوا. وكان عنده أخ مدمن، وهو كان بيصرف عليهم في البيت، بيعطي فلوس ليهم في البيت، ومحبته لأبوه وأمه كانت مختلفة. كانوا دايما يسألوه، إحنا مش عارفين العشر سنين اللي عدت إيه اللي حصل في حياتك، بالرغم إن إحنا مش بنشوفك بتصلي. انتوا فاهمين قصدي؟ مش بنشوفك تصلي الصلاة اللي احنا اعتدنا نصليها. ايه اللي حصل؟ لغاية ما اكتشفوا كتاب مقدس في بيته تحت سريره، قالوا له لازم انت تسيب البيت. فسألهم ليه؟ قالوا لانك انت كافر. كافر ازاي؟ طب في شخص كافر يعاملكم المعاملة الحلوة طول العشر سنين دي؟ قالوا هو كده وخلاص. بعد حوار كتير، وهو كان يقدر يستقل بحياته لكنه كان عايز يبقى شاهد لأسرته، اتفقوا انه يكون موجود معاهم لكن كل واحد مسؤول عن نفسه. هو ما يتدخلش معاهم، حتى ما يكونش معاهم، والعكس صحيح. فاستمر عشان يكمل المسيرة. أحبائي، كل واحد فينا محتاج يسأل نفسه دلوقتي. أول سؤال، هل أنت استفدت بمحبة الله، محبة الملك المنتصر ليك ولا لا؟ هل انت قبلته بطريقة حقيقية، ولا انت اعتدت تروح الكنيسة وتيجي من الكنيسة تحضر وتستمتع وتمشي لو فكرت انك تتبعه، هو موجود وهو بيسمع،
وهو بيجازي اللي بيطلبوه بمنتهى البساطة. لو قلت يا ملك يا يسوع يا منتصر أنا عايز أتبعك، تتبع حاجتين، تتبع خلاصه موته بدالك على الصليب، وتقبل ربوبيته على حياتك، سيادته على حياتك. محدش ضامن حياته مننا، محدش ضامن حياته مننا. لو عدت الفرصة مش هينفع ترجع تاني وتقول هل فيه فرصة؟ لا، فرصة فين؟ هنا في الحياة. لو الواحد حياته انتهت، الفرصة انتهت. طيب لو كنت قبلته، هل انت بتقوم بالدور؟ اسأل نفسك السؤال ده، هل انت سفير فعلا عن المسيح ولا لا؟ زي ما قلت ان الله بيصل لكل شخص، وكل شخص لو مهيأ. انا كانت عندي صدمة من سنين كتيرة ان الرب يسوع المسيح يتكلم لشخص بطريقة مباشرة وهو بيحج في الكعبة، بطريقة مباشرة. الله عارف مين بيدور عليه ويقدر يوصل له، لأنه كل حاجة عريانة ومكشوفة قدامه، وهو عارف قلوبنا دلوقتي، هو عارف ظروفنا اللي بنمر بيها، عارف أفكارنا وطموحاتنا، هو عارف ده، وهو عنده رغبة إنه اللي استقبل محبته وهو رايح معاه في الأبدية يكون معاه ابن عمه وابن خاله وجاره وصاحبه وصاحبته، ويكون معاه ناس تانية. لأنه تخيلوا لو أنت عندك علاج للكانسر ومش راضي تديه لحد، دي مصيبة، دي أزمة. فأنت عندك علاج من هلاك أبدي، هلاك أبدي. وإحنا مكسلين مش راضيين نخبر الناس، وممكن نشارك أصحابنا عن كل حاجة إلا المسيح. كلام عن الموضة، اللبس، الفلوس، البيزنس، كل ما يخطر على بالكم إلا المخلص. خلينا نصلي مع بعض وكل واحد يراجع نفسه ويسأل نفسه، هل أنا استفدت من محبة الرب فعلاً؟ هل أنا واثق من ضماني ولا لا؟ لو كان حد حابب يبدأ، ينفع يقول له يا رب أنا عايز أبدأ، عايز أبدأ بداية مختلفة معك. لو كنت عايز تبدأ معاه قول له يا رب أنا بتوب عن كل اللي فات، عن محاولاتي لخلاص نفسي، أنا بقبل خلاصك اللي أنت أتميته على الصليب، بقبلك رب وسيد ومخلص لحياتي، امتلك حياتي يا رب. الناس اللي استفادت واستمتعت بتبعية الملك من وقت، قول يا رب ساعدني أحيا كسفير عنك.
هيئني لأي آلام أشاركك فيها. ساعدني أكون شهادة ليك قدام جميع الناس. استخدمني لمجدك يا رب. اظهر في حياتي يا رب. أنا بشكرك لأنه أنت الله الوحيد اللي لا شريك لك، تجسدت وعشت حياة كاملة بلا خطية ومت على الصليب بدالي وصعدت إلى السماوات وستأخذني لأحيا معك إلى الأبد. فأنت الله الديان العادل المحب القدوس. آمين.